مرحبا، يوم جديد عم ترافق فيه نحن وياكم بحلقة جديدة من برنامج صبايا. مواضيع كثيرة ومتنوعة بتهم كل صبية رح نحكي عنها بحلقة اليوم، خلوكم معنا. بفقرة رنوي لليوم رح نحكي عن مجموعة جوتشي اللي كان فيها مجموعة تناقضات كثيرة ما بين الألوان، القصات وطريقة إضافة الإكسسوارات. اشترك بهالمجموعة عدد من المصممين والحرفيين من جميع أنحاء العالم، رح نعرف تفاصيل العرض بهالتقرير. يعني اختيار الفستان أكثر مرحلة بتاكل هم الصبية لما يكون عندها مناسبة معينة. لتكون مميزة لازم يكون الفستان كمان مميز، خاصة لما يكون موسم ميلاد وراس السنة. لهيك اليوم حبينا نساعدك تختاري الفستان الأنيق والمناسب للأعياد، وكمان رح نتعرف على الكوليكشن الجديد لمصمم الأزياء فريد أبو دراع. مصمم الازياء فريد ابو دراع، يسعد اوقاتك. اهلا وسهلا فيكم يا هلا. اول شيء مبروك المكان الجديد، شوف على وش الخير يا رب. تسلمي، شكرا شكرا لك. هلا نحن هلا موسم اعياد ومناسبات، وكل الصبايا بهالفتره مشلوشين، شو بدنا نلبس، شو بدنا نعمل، شو بدنا نختار فستان؟ بدي منك هلا تخبرني عن الكوليكشن الجديد اللي عملته. هلا نحن الكوليكشن الجديد عملناه مشان الكريسماس ونيو يير، وهو اوريدي ان الكوليكشن الشتوي كله، بس نحن حاولنا شوي لانه شوي تاخرنا باطلاق الكوليكشن لانه عم ننتقل على مكان جديد. اشتغلنا كوليكشن مثل فريد ابو دراع بالعاده، بس في هيك شويه تفاصيل زياده، في شويه اصناف جديده بالشغل. يعني ما بقى صار في عندك الكوتور كله نظام، صار في عندنا بقى صنف جديد هو ريدي تو وير، بحيث انه يكون اي سيده بدها اي شيء مستعجل يكون موجود عندنا منه بقياسات وبالوان وبموديلات متنوعة. يعني نزل صنف جديد فريد أبو دراع ريدي تو وير السنة. حلو، بالتوفيق يا رب. في ألوان معينة أنت ركزت عليها؟ هلا دايماً أنا دايماً فريد أبو دراع بيركز على الأسود أكثر. أسود. بس لا، نزلت شوية ألوان شوية هالسنة، شكلت بالأحمر كتير. حلو. مع أنه لون ما كنت استعمله أبداً السنة، كتير استعملته بقوة. نزلت اللون الأصفر الموتارد، لون ترند السنة كتير قوي. الأخضر يعني نزلت شيء قريب على الكريسماس، يعني أحمر أخضر موف. هالألوان شوي قوية، بس نزلتها بدرجات شوي جريئة زيادة.
هلا دائما كل مصمم ازياء بيكون هيك في فكره معينه بباله لهذا الكولكشن، انت كان في فكره ببالك حبيت انه لتستنتج منها هذا الكولكشن؟ هلا ايه كانت في عندي الفكره اللي كانت السائده انه كنت عم احاول اشتغل بتصاميم شوي غير مبهرجه زياده عن اللزوم السنه، كنت عم اشتغل عميل للبساطه اكثر، للفساتين الساده اكثر، احتياجات السوق، احتياجات السيده العربيه هلا حاليا بظل الظروف الاقتصاديه اللي عم تصير عندنا، صرنا عم نخفف الكوست تبع الفستان، يعني اشتغلنا كثير ساده، اشتغلنا لعبنا بالقصات كثير بس، لانه ما فينا نشتغل شيء ساده وبلا يعني ما في فن ما في ابداع، اشتغلنا شوي قصات شوي مميز السنه، اشتغلنا اشياء رافلز كثير السنه، احجام شيء واسع بس كثير يعني كثير هدل وهيك مريح للبس. هو انت هلا بتلاقي الدارج اكثر الشيء هيك العقد الجسم ولا الشيء الواسع بما انك انت اشتغلت؟ هلا صراحه انا بحس الدارج الواسع بس هو ما في شيء اسمه بالقصات، دائما بده يكون في عندك الضيق وبده يكون في عندك الواسع، في عندنا شوي غياب لقصه الميرميد كثير هالسنه، ابدا ما انا موجوده كثير خفت، الضيق الطويل على افازيه كثير دارج بالاضافه للواسع. فريد، نحن بنعرف انه انت حضرتك من الاشخاص الكتير داعمين للمواهب الجديده اللي دائما اي شاب او صبيه عم يفوتوا من جديد على المجال، انت شخص داعم يعني هذا راي المحيطين فيك، بدي منك هلا بما انه التقينا فيك تعطينا شويه نصائح للشباب والصبايا اللي فاتين بهالمجال ليستفيدوا من خبرتك. هلا انا بالفعل عن جد انا شخص لاي حدا بيحب يكون عنده مجال عنده هوايه بتصميم الازياء، انا اكثر شخص بتلاقيني واقف جنبه وعم ساعده بكل التفاصيل، يعني المهنه نحن قليله عندنا، نحن المفروض نحن نطورها نحن نقويها، يكون في عندك جيل جديد تقنيات جديده عم تنزل، المفروض نحن نساعد نحن والجيل الجديد لنطلعه ولنقدر نستمر فيها، الدعم كثير مهم لك اي حدا، وانا دائما عندي بابي ما بتسكر ضمن اي حدا بده سؤال او بده حتى يقدر يعمل ستاج او يتدرب عندي هون، بتلاحظي في عندي كثير من الستاف تبعي كله ستاف جديد وكله بحب يتعلم، بتلاقي في عندك ما شرط تلاقي حدا، تلاقي في عندك الصيدلي، في عندك الدكتور، في عندي المهندس، كله عم يشتغلوا بمجال تصميم الازياء. يعني إذا بنرجع لمعظم مصممي الأزياء بالماضي بتلاقي إنه مسيرتهم بدأت بمعاناة، يعني شو السبب ما بعرف، بس بعدين وصلوا لأماكن كتير مهمة وكتير عالمية فينا نقول، لهيك عنا فضول نعرف فريد أبو دراع كيف بلش، كيف طور حاله، كيف عمل اسم لحتى صار يعني اسمه بين عم يلبس النجوم المهمين كتير عندنا بالبلد ويمكن خارج البلد. هلأ صراحة أيامنا كانت أصعب، يعني وقت بلشت أنا من 30 سنة كانت كثير اصعب من هلا، يعني كانت الفكره فكره مصمم الازياء هي فكره انه شو مصمم ازياء ما انا كثير واضحه الرؤيه، هلا كثير صارت اسهل، ايامنا كثير لقينا صعوبات، لقينا حتى مع الاهل مع المحيط مع كانت مستهجنه يمكن مستهجنه انه شو بدك تصمم ازياء، شو بدك شو عندك زبونه ترسم لها رسمه وتروح عند خياط، ما عرفت انه تصميم الازياء هو كثير اكبر من موضوع الرسم، اكبر من موضوع تعملي فستان على ورق حلو بدك تنفذيه وبده يطلع التنفيذ معك جيد، كثير عانيت وقت كنت اول بدايتي وقت قررت انه انا افوت تصميم ازياء، عانيت كثير جدا يعني بصعوبه لانه على الاهل طبعا ما اقتنعوا، يعني رحت في قصه طويله انه انا هربت على بيروت لادرس بدون علم الاهل لانه خلص ما بقى بقدر، يعني حلمك وطموحك حلمي بدي اركض ورا حلمي، اشتغلت كثير تعبت كثير على حالي صراحه، يعني انا فيني من الاشخاص اللي انا انهيت كثير من الاشياء من حياتي بمجرد ضل مستمر بهي المهنة وقوية لأقدر وصل لحط اسم فريد أبو دراع بصمي بأقله بالمجتمع السوري. هلأ نحن بما أنه موسم أعياد مثل ما حكينا قبل بدي منك تعطينا شوية نصائح للصبية لتطلع بطريقة حلوة مرتبة تختار فستانها بطريقة صح. هلأ أنا بدعي هلأ الصبايا كلهم ليقدروا يكونوا رايحين على سهرة الميلاد أو سهرة النيو يير بطريقة حلوة، ما يبعدوا عن التكلف، يشتغلوا على البساطة، شغل أيام مواسم فيها كتير فساتين كتير كبيرة وقصات وعجق وكذا، لا أنا برأيي إذا تكون كتير بالسليم أو بالسيف سايد
هي تشتغل شوي بسيط، تهتم بيكون اطلالتها كلها ظابطه من بين شعرها وبين مكياجها وبين فستانها. بعدي عن تكلفة، تشتغل شوي سادة برأيي أنا أزبط. بدي أتشكرك كتير على الاستضافة عندك هون، وأكيد نتمنى لك نجاح أكثر وأكثر وينعاد عليك يا رب. تسلمي عليك يا رب، كلكم شرفتونا. شكرا لك. يعني مع الأعياد والمناسبات أكيد رح تحاول الصبية تهتم بكل التفاصيل اللي بتتعلق بإطلالتها لتتميز عن باقي الأيام، وأكيد الميكب جزء من هاي التفاصيل لأنه بيكمل الإطلالة وبيحليها، وحتى بضيف لمسة مميزة للصبية إذا عمل بطريقة مرتبة وصحيحة. أكيد عرفتوا أنه فقرتنا لليوم رح تكون عن الميكب المناسب للأعياد. باعتبارنا بشهر ديسمبر شهر الأعياد وهلا فاتنا على السنة الجديدة، فحنحكي اليوم عن الميكب المناسب لسهرة رأس السنة. هلا نحن اعتمادنا بهذا العام والعام الماضي على البشرة وتركيزنا على البشرة الجلوينج اللي فيها نضارة، فلهيك نحن لازم مسبقا نكون عم نعتني أو متابعين روتين عناية ببشرتنا وترتيب ملتزمين بالترطيب الدائم، وخاصة قبل الميكب نرطب البشرة منيح ونأسسها بالبرايمر كرمال يطلع الفونديشن طبقة واحدة ما يطلع فيها تشققات أو نشفان. موضة هاي السنة الميك اب السوفت جلام، انه البشرة تكون مضيئة بطريقة خفيفة وناعمة، فانا عم حب بفضل ضيف الهايلايتر الليكويد بقلب الفونديشن او ممكن بالمرطب، يعني ونحن عم نمد المرطب نحط نقطة صغيرة او مع الفونديشن، فهذا الشيء بيعطي البشرة هيك اضاءة طبيعية وكتير حلوة. وفينا كمان نضيف الهايلايتر بعد ما نخلص الميك اب على عظمة الخد والانف فوق الشفة. اللوكات اللي بتنعمل بهذا اليوم السموكي المات، مع ممكن نضيف جلتر ناعم تحت العين، ممكن الكات كريس او الديب لاينر ونحط ستراس كتير موضة هلا، ممكن كمان نعتمد الرموش القوية مع لاينر رفيع وروج قوي، وممكن بس نحط اضاءة عند مدمع العين وفوق فوق العين. فينا نختار لون شادو من نفس لون الفستان نحطه بقلب العين وتحت العين مع رموش، كمان نكثف الرموش بس عم يطلع كتير حلو. أكثر الألوان اللي بتلبس بهذا اليوم هي الأحمر والزيتي والأسود. هلأ الأحمر والزيتي بيروح على درجات ألوان النود، الألوان النحاسية ودرجات الألوان المعدنية مثل الفضي والرمادي، وفينا نضيف جليتر فضي أو ذهبي بس كل ما كان سيمبل بيكون أحلى. اللون الأسود مثل ما بنعرف هو ملك الألوان، بتروح على كل الألوان اللي حكيناها بالإضافة لدرجات التوتي ودرجات البينك كتير بتناسبه.
نحافظ على الميك اب لفتره اطول. بنثبت بعد مرحله الكونتورينج والفونديشن باللوس باودر او الكومباكت باودر، ولازم نثبت بين كل مرحله ومرحله بمثبت الميك اب. اما بالنسبه للشفايف فانا افضل يكون اللون مدفى، كل ما له بيحافظ على ثباتيته لمده اطول. واما اذا كان في تشققات او نشفان بالشفايف فمنحط جلوس فوق الشفايف بيعطي شكل احلى. اهم شيء وقت نكون مقويين ميك اب العيون نخفف درجه الروج، وبالعكس كمان وقت نكون بس الشادو يكون خفيف فينا نقوي الروج. كل عام وانتم بخير، ان شاء الله بتكون سنه صحه وخير وسلام على الجميع. من بعد ما خلصنا الميك اب رح ننتقل للاظافر يلي اكيد ما رح ننساهن، ورح يكون لهم ديزاين خاص ومميز، وكمان رح نعرف شو الالوان يلي ممكن تستخدمها الصبيه وكيف ممكن تحافظ على اظافرها ليبقوا باحلى صوره. مساء الخير، انا روز اخصائيه اظافر، بشتغل كل شيء بيتعلق بالاظافر، ميني بور، بدي بور، جل، اكريليك. هلا بالنسبه للالوان الدارجه بهي الشتويه فهي الالوان الغامقه والدافئه، الاحمر بدرجاته، نيلي، زيتي، رمادي، بالاضافه للالوان المعدنيه فضي، ذهبي، برونز. احنا عادة بمناسبة الأعياد، راس سنة، كريسماس، أي مناسبة بنعتمد أكثر شيء هلأ بهذا الوقت على اللون الأحمر والأحمر والأحمر. في صبايا بدهم يغيروا بيختاروا الزيتي، طبعا احنا حركتنا هون بالجليتر ديزاينات حتى نميز هاي الفترة عن فترة المناسبات العادية. طبعا ديزاينات الراس سنة والكريسماس بنستعملها بس بهدول المناسبتين، بابا نويل، تلجة، عسل حلوة، هدول قصص. بردات الأظافر نحن ما بنقدر نحددها ونعتمد إنه في هي البردة ترند نحن لازم نبرد مثلها، الأوفال، كوفن، ستيلت. وفي كتير صبايا بتجي لعندي بتقولي إنه أنا حابة هي البردة لأنه ترند وشايفتها وكتير حاببتها، بس أنا هون دوري كأخصائية إنه أنا أنصحها، لأنه في أصابع ما بيلبق لون هي البردة، في ناس بتحب إنه طبيعي أكتر إنه تكون طبيعية، فهون نحن أنا بنصحها بسكوير لانه انسب لاظافرها. وما في انا انت تطلبي مني الاوفال او الستيلتو واظافرك انت بدك اياها ناتورال، يعني ما في انا طالع لك اياها طويله، فانا السكوير بيكون مناسب لك اكثر. هون انا لازم اقنع الصبيه انه لا هاد احلى لك. See you.
هلا انا نصيحتي لكل الصبايا هي الترطيب ثم الترطيب. كيف منرطب بشرتنا وخصوصي بفترة الشتي كمان لازم نرطب ايدينا واظافرنا، لانه بالشتي الاظافر بتشققوا، ايدين بتشققوا، فنحن كثير لازم نركز على الترطيب. خلصنا ترطيب الاظافر فلازم كمان نحن نهتم كثير بصحتنا، لانه كمان نرطبهم من جوا، شرب المي كثير، الفيتامينات اللي ناقصه لقوه الاظافر، لانه صحه اظافرنا بتنعكس من صحه جسمنا. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الديزاين اللي عملناه، وكل سنة وأنتم سالمين، ومني أنا روز، ميري كريسمس. الأحمر من أكثر الألوان يلي منشوفهم حوالينا بكل مكان منروح عليه بفترة الأعياد، لهيك اليوم رح نساعدكم تنسقوا إطلالتكم بهاللون بطريقة حلوة وبعيدة عن الأخطاء، ونخبركم على السريع عن سر ارتباط الأحمر بالذات بالمناسبات. تابعوا. لهون منكون مو بس عم نختم حلقتنا هالأسبوع، منكون عم نودع سنة 2023 يلي إذا منختصر فيها عالم الموضة فينا نقول إنه كانت الراحة فيها هي الشيء يلي متجهين إلو معظم مصممي الأزياء والعلامات التجارية عموماً. لهيك شفنا التياب الفري سايز كتير تريندي، هاد غير إنه كان في أريحية بتنسيق الألوان مع بعضها. وأكيد رح كون معكم بالسنة الجديدة لنشارككم معلومات وأفكار ونصائح تساعدكم نسقوا إطلالتكم بعيداً عن الأخطاء، وخبركم شو أكثر الأمور الترندي بعالم الموضة لعشرين 24. كل عام وأنتم بألف خير، وهيك يا رب تكون سنة خير وسلام وسعادة على الجميع.